مؤسسة للإعلام السمعي البصري تكون مستقلة عن الحكومة وتكون لها يعني السلطة المطلقة على التلفزيونات، على الإذاعات، تراقب البرامج، تراقب التوزيع، تراقب اللغة، اللغة العربية اليوم اللي أصبحت يعني مستهدفة في هذه الإذاعات التي نسمعها، والتي أصبحت يعني لغة كرزاه الكاميون رمساوه مرسو مرسو، لغة إن الله على كل شيء كابابل وإن لله وإليه درتور، يعني تضمن مش فقط يعني تضمن أيضا الدفاع عن اللغة العربية في تونس، لأن اللغة العربية في تونس اليوم يعتدى عليها بالفاحشة في هذه الإذاعات والتلفزيونات، مش معقول.